عليكم. اذان صلاه الظهر، مسجد الاخلاص مرجان جوج. اليوم السبت، اليوم 23 دجنبر. هادي الوحده و 28 دقيقه دابا، حراره 15. نشوفوا شارع فريد الأنصاري كالبارحة. دابا عطاو لاطاك مزيان الخدمة. باقي داك الجنب على اليسار اللي فيه القوادس متلين، وهذاك هذا الطرف سالاوي. باش نخرجوا شارع الطريق الوطني رقم 6، الى دزنا من هنا على الانصام قدام الرئاسة، داك الخرجة تما كتكون شوية صعيبة، كتكون الطريق عامرة، كتجي صعيبة الخرجة تما. نخرجوا لأتقدم من هنا. دابا راه حنا في أناسي، أناسي واحد. هاد الشارع كون كان نقصو هاد التروطوار الوسطاني كون وسع، كون ولا واسع. مخلين هنا تقريبا شي 4 متر اللي دايرين هنا في الوسط. او 5 هكا تكون 4. فهاد الطريق مستقبلا خصها تتعاود حتى هاد. واحد الاخ فاش هضرت على داك النفق اللي من المحتمل يقدر يدار على مستوى اسواق مرجان الطريق الوطني رقم 6 وشارع محمد السادس، قال لك اودي زعما يدار، خاص يدار في ما بين شارع الجيش الملكي وشارع مولاي يوسف وشارع نهرو، يعني مقابل مع شارع، يعني التقاطع، حنا نقولوا التقاطع نتاع شارع الجيش الملكي مع شارع محمد الخامس. بان لي بانه تما كاين السكه، الا داروا اون تخيمي تمايا غادي تلقى مع السكه ديال الماشينه اللي دايزه تما نيت الفوق منها شويه. ولكن المشكل اللي كيكون في هاد الطريق الوطني رقم 6، لقاش بنادم تيكون مسافر، تيكون دايز، تيكون غادي ليفران ولا غادي لازرو ولا غادي الرشيديه اولا راجع منهم وغادي للرباط والدار البيضاء، وتيحصل هنا في هاد الرومبو هذا نتاع اسواق مرجان. هادي أتقداو بمتاجرها. غادي نهبطو مع الطريق الوطنية رقم 6، نمشيو حتى للريحان، نشوفو حتى الطريق 7023.
نعطو الباب جديد. شي اللي بغى يمشي معنا الباب جديد مرحبا. شو عند الجزار صاحبنا الأشغال هنا. يا كان الأشغال على مستوى هاد الرومبوان هذا، هذا هو اللي يعني محطوط على حساب باش يكار المشروع ديال الانتريمين تاع نفق، ومازال ما كاينش شي حاجة زعما اللي كاين هضرة وكلام، كاين هضرة وكلام. دابا بعدا راهو ما يدوزو الكواتس. زيد يلا زيد. راسو بلاصه القوات غادي نبلع خير وغيدوز حتى قادوس هنا في الوسط. هادي الزئه اللي كان فيها داك جنان اللوز، هنا عرصة فيها اللوز كانت فيرما.
طلعت ل 17. الطريق تبارك الله بانت هاد الطريق هادي، يعني هاكا غتكون يعني ابار، يعني غادي يقادو الجناب اتساع هو هذا ديالها. هذا الرومبو هذا راه تيدوزو الخيوط، كاين قنوات فين تيدوزو الخيوط. عطاو اتساع هكا على اليمين، نتمنى من الله يحافظوا على هاد الشجيرات. الاف و 23 من نتيجة دو القنطرة على هاد الواد، واد تولاد، واد ابا اسحاق. خدامين تعمرو بالبيتون. داو 52 دقيقة.
شي اشغال هنا على اليسار، ما عرفتش شنو هو اللي يديروا تما. اليمين أجلال هو اللي كيبان عنفاس معنا. أجلال هذاك باب الخميس على اليمين. هذا أجلال اليمين، باب جديد، هذا باب جديد. هنا كانوا تيعمروا سوق لحد الساعة ما بقاوش.